يا ابني لا لا، طب سيبني افرح بيه، سيبني افرح بيهم النهارده واخدهم بكره. فضل يضرب بيها في ايديه ورجليه لغايه ما خلعها. هو شديد عني وكبير عني وهيموت امي. انا كنت بدافع عن امي، انا ما كنتش عايز اقتله، انا كان كل همي. اهلا بيكم، تعالوا نشوف القضيه الغريبه دي اللي مش عارف الواحد يعني يتكلم فيها يقول ايه. دي حصلت في محافظه الاسماعيليه، محافظه جميله ساحليه، محافظه وجه بحري، من المحافظات الرائعه واللي ليها تاريخ طويل في النضال ضد الاستعمار. ايه اللي حصل؟ اتنين اخوات، اسماعيل اسلام عنده 30 سنه وعصام اخوه 27 سنه، وامهم الحاجه قادريه ست كبيره في السن عندها حوالي 63 سنه. مفيش حد ما بيحبش امه، يعني لا يمكن. الام دي شيء الحنيه كلها، العطف، الحنان، يعني قول في الام زي ما تقول، وفي الاخر مش هتديها حقها. يعني لو قعدنا من دلوقتي لغايه بكره الصبح قاعدين بنقول عن الام كلام، ده يعتبر نقطه في بحر في اي ست او في اي ام يتقال في حقها، لان مش هيوفيها حق الام. ده شيء، الام دي شيء خرافي، حنان وحب وبذل وعطاء، وممكن تضحي بنفسها وتموت. وفي يمكن قصص كتيره جدا بتعرف يعني ايه الام ممكن تفدي ولادها بنفسها. يعني هات اي ام دلوقتي ماشيه في الشارع وخيرها بين حياتها وبين حياه ابنها او بنتها، هتقول لكم موتوني انا وخلوا ابني او بنتي، شيء طبيعي. مش معنى كده ان الاب قاسي، لا، برضو الاب يفدي برضو ولاده ويقول لك موتوني وسيبوا ابني. بس الفكره كلها ان الام ربنا خلى الجنه تحت اقدام الامهات، بامانه الجنه تحت اقدام الامهات، لان الام دي نبع الحنان ونبع الحب، النبع الذي لا ينضب ابدا، ما ينضبش، هيفضل طول عمره ينبوع حنان زي منهم. اسلام وعصام الاثنين اخوات، اسلام الاخ الكبير كان من النوع اللي هو شقي شوي، مش منضبط، بيشرب سجاير، بيخرج، بيسهر، مش ملتزم باي حاجه، بعكس اخوه الصغير عصام اللي عنده 27 سنه اللي هو شايل البيت، هو اللي شايل اخواته البنات، هو اللي بيصرف على امه، هو اللي بيوكل اخوه الكبير كمان، يعني الامور بالنسبه له هو راجل البيت رغم ان هو سنه صغير، لكن هو اللي كان شايل البيت كله، مصاريف امه وعلاج امه وتجهيز اخواته وجواز اخواته البنات وكل حاجه على عصام. واسلام اللي هو الكبير ما وراهش غير ان هو اليوم كله يبرطح في الشوارع ويقعد في الكافيهات ويشرب وياخد من اخوه فلوس، واذا اخوه ما عطلوش فلوس يتخانق ولازم أن ياخد فلوس من البيت. طب ايه اللي حصل بقى؟ احنا اليومين دول بنحتفل بعيد الام، كل سنه وكل ام بخير يا رب، وكل سنه ودايما كل ام ربنا ما يحرمها من اولادها ولا يحرم الاولاد من امهم يا رب. عصام راح يجيب هديه لامه بمناسبه عيد الام، وراجع فرحان ان هو جايب هديه. امه كانت من زمان تقول له يا ابني نفسي البس خاتم ذهب في ايدي، نفسي قبل ما اموت اشوف الذهب، لانه ناس بسيطه، نفسي اشوف الذهب الناس بتلبسه ده وبيتلعلع في ويلعلط في ايديهم كده، نفسي في خاتم ولا بغوشه ولا بدبله ولا ان شاء الله حلق يا ابني، ما يجيش وقت حد يفرحني بالكلام ده. فعصام كان عامل حسابه على عيد الام ان هو يشتري هديه ذهب لمراته لأمه، وبالفعل قدر انه يعمل جمعية وحوش مبلغ كويس وجاب هدية لأمه في عيد الأم، عبارة عن خاتم وغوشة علشان يملى عين أمه ويفرحها، وخاصة ان هي كانت ست مريضة وكل يوم تقول انا عمري خلاص يا أولاد وانا اطمنت عليكم، بس انا قلبي مش مطمن على اسلام، لو يلقى بس شغلانة وربنا يكرمه بزوجة تبقى الامور زي الفل. المهم روح عصام وحاطط الهديه الذهب في جيبه ومخبيها. ايه يا امي؟ ايه؟ كان نفسك في ايه؟ كل سنه وانت طيبه وفرحان في الوقت ده. راح دخل اسلام، هات يا عصام فلوس. قال له معيش فلوس، الفلوس اللي كانت معايا كلها جبت هديه لامي. قال له يقطع امك على سنين، انت بتشتم امي؟ المهم الولد راح قال له انا شوف انا جبت لامي ايه، وراح ملبس امه الخاتم وملبسها الغوشه ولا كان جبت لها سلسله. والمهم الام فرحانه وبالزغطه فوق ان اسلام راح مخلعها الخاتم والسلسله، ولا انا مش عايز منكم فلوس، انا هروح ابيع دول. في الوقت الام يعني الام يا جماعه لما ابنها يجيب لها هديه هي نفسها فيها بتبقى روحها فيها، خلي بالكم هي فرحانه مش عشان هي لبس الذهب اخيرا، هي فرحانه عشان ابنها افتكرها، هي فرحانه عشان عارفه ان ابنها عزها، هي فرحانه عشان ابنها يعني زي ما تقول كده روت الارض ورمت البذره وربنا اعطاها زرع، الزرعة بتاعتها طرحت،
فرحت بابنها داخل عليها يوم عيد الام وبيقول لها هديتك يا امي كل سنه وانت طيب. فالواد بيشد منها الخاتة عايز يخلعوها لها بالعافيه ويخلعها لها الوشة. هي بتقول له لا يا ابني لا لا طب سيبني افرح بيهم، سيبني افرح بيهم النهارده وخدهم بكره. شوف الام بتقول له ابنها ايه، سيبني افرح بيهم النهارده وخدهم بكره بيعهم، انا ما صدقت يا ابني لبست الدهب خليني افرح بيهم. صعب على نفسه عصام قوي لما لقى اخوه مش عاتق امه وبيشدهم من ايده. راحت الام زج الواد، راح الواد مسك امه راح ضربه امه، فضل يضرب بها في ايديه ورجليه لغايه ما خلعها الخاتم والغوشه. في الوقت ده عصام ما حسش بنفسه غير بيجري على المطبخ وجاب السكينه طعن اخوه اسلام 5 طعنات قاتله، مات في الحال. يعني مش هقول لكم ودوه المستشفى، لا مات في الحال. هم طبعا نقلوه مستشفى جامعه قناه السويس لكن للاسف مات في الحال. وان كان هو يستحق الموت، لان ما دام الواحد جات له الجرأة ان يمد ايده على امه يبقى حلال في الموت. يعني اللي بيضرب امه ده يعني ده انسان لا يمكن يكون بني ادم اصلا، ولا الحيوان. يعني حتى الحيوانات ما شفناش كلب بيضرب امه، ما شفناش اسد بيضرب امه، لا يمكن. يعني دي حتى يعني مشاعر حيوانيه ما بتحصلش معاها الكلام ده، فما بالك بالانسان الراقي اللي ربنا فضله عن كل المخلوقات. وانا بشكر اللواء محمد علي حسن مدير امن الاسماعيليه، لانه مجرد ما جاله البلاغ بوصول جثه لشاب اسمه اسلام 30 سنه ب5 طعنات قاتله وتوفى فور وصوله، على طول امر بتشكيل فريق بحث على اعلى مستوى. بالفعل بالتحريات تم القبض على شيوع عصام اللي قال انا قتلته بالفعل، انا كنت بنقذ امي. وسالهم السؤال التقليدي لكل واحد، انتوا بتقبضوا عليا ليه؟ لو كل واحد شاف امه ابنها الكبير بيضربها هيعمل ايه؟ انا مش قديه، هو جديد عني وكبير عني وهيموت امي. انا كنت بدافع عن امي، انا ما كنتش عايز اقتله، انا كان كل همي ابعده عن امي احسن يموتها. انا مش قاتل اخوي، ده اخويا وحبيبي وشقيقي، وهو الواحد لما بيقع بيقول اخ، ما بيقولش اب ولا ام، بيقول اخ. بس هو بيموت امي، فكنت لازم ادافع عن امي وكنت لازم انقذ امي. لما كنتش موت اخويا كان هو موت امي. اختاروا انتوا، اسيب امي تموت ولا اسيب ولا موت اخويا، حاجه من الاثنين. الكل تعاطف معاه، بس القانون ما ينفعش فيه تعاطف. القانون ورق، ده قتل، انت جريت خدت سكينه، كنت ممكن تكتفي بطعنه واحده، كنت ممكن تكتفي بطعنتين، لكن انت خبط اخوك 5 طعنات قاتله قصدك تموته، مش قصدك انت تبعده عن امك. وهو ده القانون اللي احنا بنقول عليه يا جماعه، القانون موضوع بشكل جامد، بس بترجع بقى لمين؟ للقاضي اللي قاعد على المنصه ولروح القانون. هل هيستجيب ويقتنع وداخله يطمئن ان فعلا عصام ما كانش قصده يقتل اخوه بقدر ان هو كان يبعده عن والدته وينقذها؟ دي بترجع للقضاء وبترجع لراي القاضي على المنصه. وان كنا انا شخصيا متعاطف جدا مع عصام، لانه فعلا صعب جدا الواحد يشوف امه بتتضرب، صعب جدا ان الواحد يشوف امه بتتضرب، فشيء طبيعي انه لازم يدافع عنها. بس كان ممكن يدافع عنه يضربه بعصاي، يحضنه ويرمي نفسه عليه وياخده في حته تاني، او يخلع امه هو ويدي لها الدهب، لكن ما توصلش للقتل ابدا ابدا. القتل ده يعني ناهيك انه اخوه وناهيك انه اقرب واحد ليه، لكن ما ينفعش ان انا امد ايدي على اخويا بسكينه وموته، لان دي كارثه. دلوقتي تم القبض على عصام وخد 4 ايام في 15، والموضوع منظور للقضاء. الام طبعا نفسيتها كان الله في عونها، هي فعلا دلوقتي كانت تكون يعني عايشه ميته او ميته عايشه، لان هي خسرت ابنها الكبير، لانه مهما يكون ده برضو ابنها، وخسرت ابنها الصغير لانه في الاول وفي الاخر هيسجن. فبالتالي يعني فقدت الاثنين، فقدت كل شيء، فقدت الابن وفقدت الاخ اللي كانت بتقول كانت دايما تقول لاسلام انت اخويا، انت سندي وانت ظهري وانت كبير العيله. لكن للاسف الزرعه ما طرحتش معاها، الزرعه نجحت مع عصام لكن للاسف بارت مع اسلام. مش عايز اطول عليكم، لكن فعلا القضيه دي لفتت نظري ان عصام كان بيدافع عن امه، عصام قتل أخوه دفاعا عن أمه. شوف الكلمة، قتل أخوه عشان بيدافع عن أمه، مش قتل أخوه ليسرقه ولا ياخد منه. العكس، كل الناس عارفة أن عصام إنسان محترم جدا وإنسان ملتزم جدا، لكن إسلام هو الإنسان مستهتر ودايما على طول بياخد فلوس من أخوه الصغير وفرض بلطجته على البيت حتى على أمه، وأن يطوعه قلبه أن يمد إيده على أمه ويضربها بإيديه ورجليه. عصام كان لازم يعمل كده، مش يقتله،
لا بس كان هو نوع من اللي هو ما قدرش يمسك اعصابه، جرى على المطبخ ما لقاش غير السكينه طعن. وخلي بالكم اول طعنه مجرد ما طعنت والدم طلع الانسان بيفقد السيطره على نفسه، يعني طعن 12 بلا نفسه في حاله فوران مش فايق، فممكن توصل معاه 5 طعنات 10 طعنات 20 طعنه زي حالته. لان بعيد عنكم بقى يعني دم وقتل وعز الناس وامه بتصرخ واخوه بيموت قدامه، فشيء صعب جدا. دي من القضايا اللي احنا بنقول عليها يا جماعه لازم قبل ما نقدم على اي قرار نفكر فيه كويس جدا، والا الام ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.